صباح الخير لكل الأشخاص يلي قرروا يبدوا صباحهم معنا، فقوا وجهزوا قهوتهم وعم يتابعونا على مدى ساعة ونص من الوقت، على أمل نقدم لكم كل المتعة والفايدة. يسعد لي صباحك يا ورد. صباح الخير يا نور، ويسعد صباح كل حدا عم يتابعنا عبر شاشة سما الفضائية. 20/2/2022، كم اثنين موجود بهذا التاريخ؟ كثير من الناس تعني لهم التواريخ مثل اليوم يلي بتحمل أرقام متشابهة، البعض بيتفائل بهذا الموضوع وممكن يعتبروه بداية لحظ جديد، وبيلاقوا حالهم عم ينتظروا بفارغ الصبر يصير معهم أي موقف خلال النهار يفرحهم أو يحمل معه شيء مميز، وعم يقولوا إنه ب2022 حتكون بداية لشيء كتير مهم إن شاء الله يا ورد. وأكيد في كتير من الأشخاص يعني فينا نعتبرهم جزء تاني، ممكن يعتبروا الموضوع أنه شيء عابر مثله مثل أي يوم تاني، يعني بمر طبيعي بتختلف فيه الآراء، بس يلي لازم كلنا نتفق عليه هو إيجابية التمسك بأي شيء ممكن يعطينا طاقة إيجابية ويحفزنا لنكمل يومنا بتفاؤل ونبعد عن أي شيء ممكن يكون سلبي ويسبب لنا السلبية. وهلأ صار الوقت لحتى نعرف بعض مع بعضنا شو عنا فقرات وتقارير بحلقة اليوم. بحلقة اليوم رح نتعرف على مهن غير اعتيادية برواتب خيالية. ما هي أبرز الأخطاء أثناء مقابلة العمل؟ السكارفز أو مثل ما بنسميها بلهجتنا اللحشة، كيفية تنسيقها مع الملابس واختيارها. ضمن فقرة الطب التجميلي، آليات الحصول على قوام مثالي. ومن دمشق إطلاق المسابقة الوطنية لأولمبياد الروبوت العالمي 2022. ومثل كل يوم الشيف تهامة بتحضر لنا وبتساعدنا بأفكار جديدة لستات البيوت. شو محضر الشيف لليوم؟ رح نعرف ولكن من بعد ما نقول لها صباح الخير. يا صباح النور يا نور. صباح الخير. يسعد لي صباحك يا ولد. في بندورة مقشرة. يا حزرك شو الأكل اليوم؟ شو الأكل؟ كواج. قربت يعني ها؟ كواج؟ لا أنا بعرف. شو؟ سمعتها كباب هندي. كباب هندي. بتعرف نحن وقت غرفة المكياج. إيه الكباب الهندي هو كواج محطوط فيه لحمة كرات. هلا الكواج بده باذنجان. إيه بس أنا اليوم بدي أعملها بالطريقة الأساسية يعني مع خبز مشروح وكذا يعني عرفت كيف؟ تمام. كيف بنجيبها نحن من بيت النار من عند الزلمة؟ اختي اليوم بدي أعمل نفسها. اليوم نفسها تماما. نفسها من بيت نار مطبخ صباح الخير. أكيد إن شاء الله. شكرا يا شيف تهامة، حنشوف المقادير وطريقة التحضير من بعد شوي. طيب اليوم في ناس كتير شغلتهم بس ياكلوا، شغلتهم كتير بس يدوقوا الاكل، صح؟ بتعرفي هالمهن؟ اكيد. ايه مهنه الشيفيه مربحه؟ مربحه جدا. الشيف يعني انت بتجيبي مصاري كتير. لك شغله، انا خرجت ادب انجليزي ومعي دبلوم، تركت التدريس وتركت كل المدارس وتركت كل شيء وجيت على الشيف لانه عم يطلع لي منه مصاري اكثر. ايه تماما. ولانه شغف هو طبعا. هو شغف. ايه بس هي فعلا هي كمهنه هون عندنا بسوريا عن جد كمردود مادي. ايه مربحه جدا، خاصه اللي بيوصلوا لمراحل متقدمه بيصيروا يا نور ماستر شيف. صح. اللي بيصير شغلته بس يفوت على المطبخ يحضر صوصات وبعدين يشرف على الكوشيفز. هو جنرال، هذا بيقولوا له نحن جنرال شيف. تمام. متى ما فات بس بيعطي الريسيبي وخلص. انه اوكي بيعطيهم اياها اول مره بعدين خلص بيتعلموا عليها. تمام. يعطيك الف عافيه. بيتقاضى وبيتقاضى مبالغ جدا يعني انت ما بتتخيل يعني مليون وفوق. يعني اليوم صار في طمع فيكي اليوم. ايه. معناها الرزق لك ولنا وللجميع يا رب. شكرا كثير يا شيف، يعطيك العافيه. مثل ما بدينا في مهن مربحه وفي مهن بتلاقيها ما بتخطر على البال انه اصحابها بياخذوا مبالغ طائله من النقود. على كل حال بظن بهالوقت الصعب وخاصه بظل جائحه كورونا
كل المهن عانت من القلة المادية، وكثير من دول العالم استغنت عن موظفينا حتى تخفف نفقات، وهذا الشيء فعلا أثر بشكل سلبي وعمل أزمة اقتصادية عالمية. وبيقولوا الشخص يلي بيضل يسعى إلا ما يلاقي شغل بيناسبه وبيحسن من وضعه. شو رأيك بهالمقولة يا نور؟ تماماً يا ورد، يعني بنقول لبعض الأشخاص يعني بدها تلعب لعبة الحظ معهم لحتى فعلاً يمتهنوا مهن بتجيب مردود مادي عالي جداً بهذا الوقت وهذا الظل اللي نحن عايشينه. أما هلأ راح نروح ونتعرف على بعض الوظائف الغير اعتيادية يلي أجرها المادي عالي وكبير كتير. تفاصيل أكثر ضمن هذا التقرير. تسوق للآخرين. على الرغم من أن التسوق وشراء السلع متعة لكثير منا خاصة النساء، إلا أن البعض ما عنده القدرة لضيق الوقت ولأسباب عديدة. لهالشي صار في وظيفة بتقوم على أساس أنه يقوم الشخص بالتسوق وشراء الأشياء بالنيابة عنك. وأخيراً حاسة الشم القوية، فشركات العطور وغسول التم مهتمين بخبراء بيتمتعوا بحاسة شم ممتازة لاختبار منتجاتهم وتقييمها. يعني من بعد هذا التقرير اللي كان معنا واستعرضنا فيه بعض من الوظائف الغير الاعتيادية، رح أسأل ورد إذا ممكن يغير مهنته مقابل مهنة غير اعتيادية مو مقرر بحياته أنه يمارسها ولكن بتجيب لك أجر مادي عالي. هذا السؤال بينطرح علي كل جمعة. أنا بنزل على الإنستغرام تبعي أسئلة الجمعة، صاروا يعرفوها كل الناس، فكل جمعة بينسأل أنه ممكن. أجر عالي وظيفة ما فيها شغف ولا أجر متدني وظيفة فيها شغف؟ نجاوب بمثالية. اليوم كلنا وضعنا المادي بسوريا عم ندور على وضع أفضل مثلا، صحيح. ولكن أنه مقابل أجر أعلى أنا بدل شيء مثلا غيرت حياتي ونهج حياتي كله كرماله، ما بظن. لازم نحقق توازن بين الأجر المادي، وبالنهاية مو كل شيء أنا بالشغل بدي إياه أجر مادي. في بيئة عمل هي مساعدة، في رضا وظيفي واحد بده يحققه، في شغلات تانية بمنهج حياته بده يسعى له كرمال هيك. الأجر المادي ما له عامل جوهري
على أهميته، هذا اللي أنا بقوله، وطبعاً مو مثالية اللي عم بحكي. تماماً، هو إنه ندور يا ورد على شيء نحن فعلاً منحس بالشغف تجاهه، عم نأبدع، عم نطور، عم نطلع شيء منه، فهو صح. الأفضل نوعاً ما، ما نكون بمكان أجر مادي ولكن ما في ما شغل، في تطور. ما في شغل فيه تطور، وعلى فكرة بالعكس تماماً جواباً لإلك يا نور، في ناس تركوا مهن بياخدوا فيها كتير منيح ويمكن كانوا عايشين برا ورجعوا لسوريا وامتهنوا مهن الأجر المادي فيها أقل من اللي كانوا ياخذوه، بس لأنه هن مرتاحين ببيئة لأنه العمل ولأنه هن بيحبوا هذا الشغل. على كل حال، العمل واجب وضرورة، هذا اللي منتفق عليه لحتى نكمل بحياتنا اليومية ونصقل شخصياتنا ونتعلم العديد من المهارات. قبل ما نوصل لهذا العمل اللي نحن بنطمح له، بنقدم أبليكيشن، بنقدم ريزومي أو بنعمل سي في، وبعدين في جوب انترفيو أو مقابلة العمل اللي رح نوصل لها واللي هي مفتاح للدخول إلى المؤسسة. شو هي قواعد وشروط ومهارات مقابلات العمل؟ قبل ما نوصل لها المقابلة، شو لازم يكون عنا نحن مهارات وخبرات مطلوبة لحتى يدقلنا الـ HR ويقلنا تفضلوا عندك مقابلة عمل؟ تماماً، بس دقلنا الـ HR وقلنا في مقابلة عمل، في توتر أكيد لازم يشعر بعض الأشخاص بالقلق والتوتر أثناء أو قبل المقابلات اللي هي مقابلات العمل، ولكن الغير طبيعي أنه تستسلم لهذا الخوف لنعرف أكثر شو هي أبرز الأخطاء يلي ممكن نحن نوقع فيها أثناء مقابلة العمل. صار معنا باستديو صباح الخير الأستاذ عبد الكريم حميدان الاختصاصي بإدارة الموارد البشرية. يسعد صباحك. صباح الخير. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك. بخافوا من الـ HR بمقابلات العمل. HR هذا مصطلح جمع سوري طبعا، هو الـ HR managers، بخافوا منهم وبخافوا من مقابلات العمل. هي المقابلة مصيرية، هي يا بكون أنا فتت على المؤسسة يا بيقلوا لي آخر المقابلة نتصل فيك إن شاء الله مندقلك، وبس قالوا له إن شاء الله مندقلك هون بيوقع قلبه، لا إنه ما حيدقلي مشترك، ما حيدقلي، عم ينيمني. شو قصة مقابلة العمل؟ ليش هذا الخوف منها؟ هلا بشكل عام مقابلة العمل الخوف منها هو ناتج من أي شيء له علاقة بتحديد المصير. يعني من وقت ما بنكون لحنا أطفال بيكون في عنا مذاكرات، بيكون في عنا فحوصات، بيكون في عنا تقييم معين، فلحنا منخاف عليه. أي شيء له علاقة بتقرير المصير وبيرتبط بالأخير إما بالمكافأة أو بالعقاب، هو بالنسبة لنا كبشر بيشكل عامل توتر، وهذا الشيء الطبيعي. هلا مثل ما ذكرتوا بالمقدمه، اللي مو طبيعي اني استسلم لهذا التوتر، لدرجه انه في عالم اليوم ما عاد فكره التوتر، في عالم عنده رهاب، في عالم ممكن ضغوطين، في ممكن عالم عن جد تماما. وهون عن جد بتكمن المشكله، مع العلم هي علاجها كثير بسيط يلي هي المواجهه. هلا حنحكي فيها تماماً، انك تروح وتعملها. صحيح تماما. ممكن بعض الاشخاص وقت اللي بيجهزوا CV تبعهم حسب دراستهم واختصاصهم. انا واحده من الاشخاص يلي قدمت لبنك لحسب دراستي اللي هي الاقتصاد، ولكن ضمن المهارات اللي عم يشوفها الـ HR انه انا عامله تدريب للتقديم التلفزيوني والاذاعي. قال لي اذا حال اجتك انت اشتغلتي عنا وانقبلتي، في حال اتصلوا معك من التلفزيون بتتركينا وبتمشي؟ اكيد بتركونا وبمشي. هيك جاوبتي. ضمن احد الاخطاء يلي ما قالوا لي فيها تفضلي عنا. شو ابرز الاخطاء يلي ممكن يقع فيها الشخص خلال لقائه مع احد الـ HR؟ هلا فيني لخص لك اياها باللغه العاميه، زائد اخو ناقص. يعني مثل ما ذكرتي حضرتك، اليوم بيجي اشخاص عم يتقدموا لوظيفه، هي الوظيفه اللي نفترض محاسب، وحاطط هو بالـ CV تبعه، من هون بتبلش المشكله. اللي هو اللي بيحبها، عامل دورات بالاعلام، عامل دورات بصناعه يدويه، شو من كان يكون. هي المعلومه زايده بتفيدك كمحاسب؟ ما بتفيدك كمحاسب. ليش؟ وهون اول غلط بيوقع فيه الاشخاص اللي عم بيدوروا على شغل، انه هن بيعملوا نسخه واحده من CV وبيبعتوها لكل الوظائف، وهذا الشيء غلط. كل وظيفه لازم يكون في لها سيره ذاتيه خاصه فيها ضمن المجال اللي مقدم تماما فيها. وبتركز انت شو النقاط القوه اللي انت عندك اياها لحتى تفرجيها للشخص اللي عم يقرا CV لاحسن يستدعيك اصلا للمقابله. طيب انا دارسه مجال معين او دراسه معينه طلعت لي خلال المفاضله بالبكالوريا، طيب بس انا ميولي شغفي شيء ثاني، تمام، ما بدي اظهره وما بدي اكتبه انه انا عامله هي المهارات او قائمه فيها. طبعا، بس انت اليوم وقت عم تقدمي على بنك، هل هو في له مجال هذا الشغف؟ يعني الاعلام على سبيل المثال هو ما له مجال، وبالتالي اظهاره هون اللي انا كان قصدي انه الزايد مثل الناقص. انا عم اظهر معلومه زايده خلته يفتح عنده سؤال هو انا كنت بغنى عنه لو ما لي ذاكر هي المعلومه كلها. يعني انا كان ممكن انقبلت، ولكن سؤال والجواب
الصريح الصحيح يلي انه لا ما في داعي نعذب حالنا ابدا. هلا لحتى نعرف اكثر احنا شلون ممكن ننجح مقابله عمل او اي شيء، بعرف نحن نتطرق لها بعدين، بس خلينا الشخص اللي مقابلي او الاتش ار او شو من كان الشخص اللي بده يوظفني، خليني انا اعرف هو شلون بيفكر بقوم بعرف انا شو بدي ساوي. هو ببساطه الشخص اللي مقابلي شو بده؟ بده مرشح يكون عنده المهارات اللازمه، لانه خلينا نتذكر انه الاتش ار اللي احنا عم نحكي عليه تقييم ادائه وتقييم عمله هو بناء على الاشخاص اللي عم بيجيبها. فانا اذا اجى لعندي شخص على سبيل المثال مقدم على اي وظيفه وبعد ست شهور تركني، هي مو القصه تماما انه انت كان في عندك واحد اثنين ثلاثه مؤشرات، ليش اخترته بناء تماماً على شو انت اخترته. فخليني انا اشوف الشخص اللي مقابلي، وبالمناسبه مثل ما الشخص احيانا بيكون بده يشتغل، صدقوني الشركه كمان بتكون عم بتدور ويائسه وبدها حدا، لانه بالاخير جزء من العمل ولو كان صغير هو واقف على وجود هذا الشخص. فهو ما عم يعمل مقابلات بس لانه بده يعمل مقابلات او بده يعمل افخاخ للشخص اللي هلا في اتش اريه بيعملوا مقابلات بس لانه مطلوب منهم يعملوا مقابلات، فنحن انه بيقولوا للسي اي او انه نحن ليكو مكتبنا بالاتش ار على طول فيه سي فيات، على طول فيه جوب انترفيوز، ليكو نحن عم نشتغل بس كله مكدس. وفي مثل ما قلت في اتش ار فعلا عم يدور على الكانديديت اللي هو جاهز ليتوظف واللي هو الامثل. طيب صحيح، تعال نتفق، وحضرتك تعرف اكيد في كثير انواع لمقابلات العمل. صحيح، شو ابرز هاي الانواع وشو بينسال خلالها؟ هلا بشكل عام اليوم اللي اكثر شيء عم يتواجد بسوريا هو نوعين من المقابلات، المقابله العاديه اللي هي الاكثر انتشارا اللي هي تماما انك انت اول ما بتجي بتقدم السي في تبعك، بعد ما تقدم السي في ممكن نعمل تكنيكال تيست، اختبار كتابي شو من كان، بعدين ممكن انت تعمل اتش ار انترفيو. الاتش ار انترفيو هدفه الرئيسي بس انه انا اسال المرشح اللي قدامي عن خبرته الماضيه، شو شاغل، ليش تارك كل شغل من الاشغال السابقه، ولذلك ممكن ناخذ هالفرصه وننصح شخص انه ما تترك ما تتنقل كثير بالاشغال، يعني عود على الاقل باي شغل سنه على الاقل، اما يوم اللي بيكون السي في تبعك 3 شهور هون وست شهور هنيك وست شهور هذا غير ملتزم، غير ملتزم، وانا رح يشكل عندي انذار انه هذا الشخص ما بعرف شو بده بعد اربع يعني لسه تماما. فهذا اللي انا بدي اياه، بدي اشوف شخصيته، بدي اشوف شو هي الاشياء اللي ممكن بيتناسب مع ثقافه الشركه تبعي ام لا. قد يكون الشخص احيانا هو مناسب علميا، مناسب خبراتيا، ولكن مو من ثقافته توبي تماما ما له متناسب معي، وهذا سبب مو معناته انه هو سيء، هو احسن بمكان ثاني بس بالنسبه لي انا ممكن يتناسب، وهي دور مقابله الاتش ار. عاده بيجي بعدها مقابله تقنيه وهي بتكون مع المدير المباشر، يعني انا اذا رئيس القسم تماما، فانا اذا موظف مبيعات على سبيل المثال ممكن مدير المبيعات هون بتكون الاسئله تقنيه، يعني لها علاقه بالمبيعات تحديدا مو اسئله شخصيه مثل مقابله الاتش ار. وبعض الشركات ممكن اذا كانت صغيره او متوسطه ممكن انه توصل مقابله ثالثه مع المدير العام، وهي بتكون شكليه الهدف منها فقط التعارف يعني فقط لا غير. النوع الثاني من المقابلات هذا بنشوفه بالمنظمات الغير حكومية أو المنظمات الدولية اللي هي بسموها البانيل انترفيو، واللي هي عامل توتر أكبر بصراحة، لأنه صحيح بيكون قدامك ثلاثة أو أربع أشخاص وكل واحد فيهم بده يسألك سؤال، فهي بتكون بتوتر أكثر. هي أكثر شيء مستعملة بالمنظمات الدولية والمنظمات الغير الحكومية. تماما. طيب خلينا ننتقل لنقطة ثانية، ممكن بعض الأشخاص اللي عم يحضرونا هلا خطر ببالهم سؤال، أنا قبل ما أروح لمقابلة العمل شو المراجع لازم اقراها، شو لازم ساوي قبل ما اروح لحتى يكون عندي شوي من الثقافه يلي ممكن انا رايحه او متوجهه لعند هي الشركه او هذا المكان لحتى اشتغل فيه؟ لازم اشوف حدا من الموظفين اسالهم عن سيستم العمل او الشركه او المنظمه اللي عم يشتغلوا فيها، ولا لا ممكن سيرش صغير اعرف كل شيء؟ هلا ممكن اكيد اذا انا بعرف حدا من الموظفين ممكن يعطيني معلومات اكثر عن الشركه، هي خليني اقول اضافه، بس مو دائما هذا الخيار متاح بالنسبه لنا انه يكون لنا حدا عم يشتغل جوات الشركه. فببساطه اول شيء وقت انا بدي اروح على مقابله انا بدي اقرا الاعلان الوظيفي، يعني انا بدي اقرا شو المهام، يعني انا رايح على وظيفه عم اقدم، باي اعلان بيكون غالبا مكتوب شو المهام، بدك تساوي 1 2 3 هي اول شيء الوصف الوظيفي تبعك تماما، بطاقه الوصف الوظيفي هي اول شيء انا بدي اقراها. اذا مرق معي مصطلح بالانجليزي او العربي ما فهمته بعمل سيرش على جوجل بعرف شو يعني شو قصدهم فيه مشان ما انصدم فيه، لانه تاكد تماما كل الاسئله رح تجي من هون. الاتش ار بده يسال ليشوف انت متناسب مع هاي الوصف الوظيفي او الاعلان الوظيفي، والمدير المباشر نفس الشيء. فاول خطوه انا بدي اقرا هذا الاعلان الوظيفي. ثاني شيء الشركه اللي انا رايح اشتغل عليها كثير بتمر معنا بتقول له بتعرف شيء عن شركتنا؟ ما بيعرف. تحكي لي عن شركتنا. اي شيء، انا ما عم اقول لك تحكي لي تفاصيل. نحن بدنا وظيفه يعني. احكي لك مسلسل احلى، خذ هالحلقه وسكر من بعدها.
بدقوا له بيقولوا له نحن شركه الفلانيه حضرتك مقدم سي في عنا، ما بيعرفها، بينسى تماما. انا عن جد مقدم عندكم، اوكي بنرجع بنتصل فيك تماما، خالص لانه دليل انه انت مالك عرفان، انت بس هيك عم ترمي السيره الذاتيه تبعك وين ما كان، يعني ضربت حظ، يا رب تجي في عينه، شو ما بتجي في عينه. طيب اجت في عينه تمام، ودقوا له الاتش ار وراح وبلش مقابله العمل ختاما. وبشكل مختصر، شو أكثر الأخطاء اللي بتصير بمقابلات العمل؟ الكذب، هي أو الأوفر تماما. يعني أنت اليوم أنت في عندك مجموعة أسئلة، هذا الشخص اللي مقابلك اللي هو الاتش ار وشو من كان، هو ما لجا ينصب لك فخ، عم يسألك سؤال، جاوب عليه بصراحة لحتى تحسن أنت تأخذ اللي بدك إياه. ما في داعي إنه على سبيل المثال سؤال أكثر شيوعا، شو نقاط الضعف عندك، تقلي أنا موسوس شغل ومدمن عمل وآخر شيء بساعة 4 بتطلع تماما. أعطي عن جد نقاط الضعف، قول أنت عندك مشكلة بإدارة الوقت تبعك، قول أنا عندي مشكلة بإدارة الوقت وعم عالجها، عم بقرأ عنها، عم شوف كيف وعم بتحسن. بيهمني أنا كشخص أني شوفك عارفان شو مشكلتك وبدك تعالجها. أما يوم اللي بتفرجيني حالك على أنك المرشح المثالي، تأكد أنك عملت 100 إشارة استفهام ولح ضل انكش لحتى أنا أعرف شو نقاط الضعف تبعك الحقيقية. ومن الممكن إذا أنا حسيت أنه هذا الشخص اللي مقابلي في غموض حواليه، لح روح نقي شخص أنسب، لأنه لا تنسى هي منافسة بالأخير. فالنصيحة الأولى والأخيرة مشان ما كتير نطول، لا تكذب، قول الحقيقة اللي أنت بدك إياها لحتى توصل للشيء اللي أنت بدك. حتى مو بس أستاذ نقول الحقيقة، خلاص خلينا يعني على الأد، لا كتير نبالغ ولا كتير بقى نحكي نحكي ونوصل لمرحلة أو طريق مسدود ما بقى نعرف نوقف أو نسكر الموضوع. والمعلومة الزايدة أخت المعلومة هاي بيرجع بيأكد عليها المقتضب دائما. شكرا كتير لإلك وأهلا وسهلا فيك. نورتنا يا أهلا وسهلا فيك، وقلنا لقاءات قادمة إن شاء الله. أهلا وسهلا. وهلا صار الوقت لننتقل لعند الشيف، ناخذ منه المقادير وطريقة التحضير. يا صباح الخير، يا صباح النور لكل ستات البيوت اللي فاقوا هلا وناطرين يعرفوا طبخة اليوم. وتعقيبا على حديث برد ونور مع الضيف قبل شوي، يوم اللي قبلوني عن جد بسماء، كانت فرحتي كتير كبيرة إنه كل يوم عم أقدم لكم أكلات كتير طيبة كتير لذيذة. يعني أنا كل يوم عندي فرحة أني عم أقدم لكم شيء جديد، يا رب يكونوا الأكلات اللي عم أقدم لكم إياها كتير طيبين وكتير لهلا طيبين، ما رح أقول لكم طيبين بس إنه أنتم عم تجربوا بالبيت يطلعوا نفس اللي أنا عم بساوي هون، هي لحالة فرحة كبيرة. اليوم حابة أعمل لكم أكلة كمان كتير لذيذة طيبة، كل ستات البيوت بيعملوها، بس اليوم لا أعطيكم سر كباب الهندي كيف بيطلع معانا مثل يلي منجيبه من السوق. يعني أنا وقت لما بجيبه بتعرفوا دائما منقول إنه هذا جاي من بيت النار من عند الزلمة، بيبقى البندورة بقلبه خاطرة وبيطلع شكله غير شكل، يعني كله حتى لونه غير شكل. اليوم هعطيكم نفس الطريقة وبقلب البيت. هلا أول شيء رح أعرفكم على المقادير. هون هحتاج لحمة كباب، حصرا هي بدها لحمة كباب بهذا الشكل. هحتاج قرون فليفل، طبعا هي اختيارية، أنا حبيت حتى بس مشان الزينة. سر الكباب الهندي هي الدهنة، يعني ما تستعملي لا سمنة ولا زيت، دهنة بس. هاي هي هلا حنسليها. هحتاج طرنشات بصل بهذا الشكل، طبعا هي بترجع ست البيت بتحبها كثير قليلة، انا حطيتها معتدلة. وهون في عندي بندورة، لاختصارا للوقت قشرتها بس هلا حورجيكم كيف رح نقطعها سوا. من البهارات فقط ملح وفلفل. للحمة هلا اخر شيء اللحمة صايرة عم تجي مشان يعني نضمن انها هي ما تفرط معنا، ممكن تستغني عنا اذا اللحمة ظريفة، بس اللحمة وقت تجي مدهنة ممكن وقت تجي تكبك بيها تفرط شوي. رح نستخدم شوي من البقسماط، البقسماط او له الكعك المدقوق مشان تمسك معنا اللحمة. هلا اللحمة ما رح نشتغل فيها، خلينا نشتغل بالمرحلة الأولى اللي هي البندورة. هلا هون أنا شعلت الغاز اللي هي هون بدي اسليها واتركها على نار هادية لحتى تنسلع على الأخير. هون عندك خيارين، يا أما بعد ما بتسليها بتشيلي قطع اللي هي اللي زادت بالأخير أو بتخليهم، يعني أنت بس. المهم أنا بدي يعني بدل ما أحط معلقتين سمنة أنا بدي معلقتين لية، وإذا بتجوا على اللية أو الدهنة هي صحية أكثر بمئة مرة. من أنا هون حميتها للطنجرة وحطيتهم. هلأ بدي أتركهم، تعرف شو يعني نار نايصة، يعني كثير نايصة، بدي أقلي فيهم البصل. هلأ حورجيكم كيف حنقطع البندورة، أنا تركت لكم إياها بس قشرتها تقشير. أنا متى ما قلت كباب هندي معناتها أن الكباب الهندي لازم تكون عندي القطعة كبيرة، يعني أنا ما بصير من عندي نعمة ما بتزبط. لاحظتوا هلأ هاي بندوراية كم قطعة أخذت معي؟ 8 بس، أنا هذا الحجم تبع الكباب الهندي. هلأ أنا المشكلة هون اليوم عندي أنا طبعاً أنه أنا ما عندي بندورة ظريفة، بقى اللي بيكون عامل المونة نياله
يعني عن جد اعملوا كم مطربه من هدول بتلاقوهم بالشتاء كذا اكله كباب هندي بتلاقوها ظريفه. هلا بما انه البندوره ما كثير ظريفه اذا كنتوا بالصيف ما مشكله البندوره ظريفه ما بدها دبس بندوره، بس بما انه انا هلا عندي البندوره البلاستيكيه بقى مضطره هلا احط اللون دبس بندوره بهذا الشكل. طبعا هلا انا شو راح اعمل دقيقه كمان. هلا احكي لكم السر الثاني بقى. السر الثاني هو انا وقت بدي احطها بالفرن انا كيف بدي اياها تطلع مثل ما الزلمه يعني مثل ما بجيبها من عند الزلمه، بس انا احيانا بتلبك بدي احمل الصينيه سخنه ومدري شو، بتجيبوا سيراميكه او بلاطه وتحطوها بسفل الفرن من تحت وبتشووا عليها الكباب الهندي. بس امتى بتشووا؟ بتشووا بعد ما تطبخوا شوي على الغاز تقريبا هيك. انا عملت كميه صغيره ما كترت، تقريبا وقيه لحمه بتاخذ شي كيلو كيلو وشوي بندوره هيك تمام، ما عاد بدي اكثر من هيك لانه عندي البايركس ما بقى بيسع. هاي الكميه اللي انا بدي اياها. هلا انا شو رح اعمل؟ نضيف شويه ماء طبعا ملح وفلفل ما بدي اكثر من هيك. هلا اساسا الملح والفلفل انا بدي احط كمان على اللحمه، ما بصير حط اللحمة دغري مع الكباب الهندي بالفرن. إذا أنا عندي لحمة غنم هاي دغري بتستوي، يعني إلا إذا بدي أقعد حطها مع البندورة بتخرب، مو صرت تخرب بتنشف وبتقدقد ما بطلع طيبة أبدا. بحطها آخر 10 دقائق لأنه اللحمة الكباب ما بتتحمل شوي، ممكن دغري أقصي ما بدي أكثر من هيك. هاي حطيت لها شوية مي باردة سخنة ما بيقصي، وهي حليتهم هيك. هلا انا شو بدي اقعد ساوي؟ انا يعني بدي استنى بصراحه على الليه، شايفين اذا انتبهتوا هون على بلشت تنسلى هون عندي الليه، بينزل عندي هون الدهنه بتصير عندي تقريبا بيطلعوا لهم شي معلقتين دهنه، بقيم الدهنه هدول القطع السوداء اللي بتضل اخر شي بكبهم وبقلي فيهم البصل ترنشات البصل. بعد ما حقلي ترنشات البصل رح اطبخ معهم البندوره وبنرجع بعد شوي لورجيكم المرحله الثانيه من تطبيق الكباب الهندي. يا نور ويا ورد شكرا كثير لك يا اهلا وسهلا. سلم ايديك الله يسلمك يا ورد. مثل كل يوم الكوتش راما عم ترافقنا لتقدم لنا مجموعه من النصائح الرياضيه المفيده حتى تحافظوا على لياقتكم البدنيه. انتم قاعدين بالبيت بدون ما تنزلوا على النادي ضروري كل يوم نحرك جسمنا ولو العشر دقائق، كرمال هيك رياضة سريعة من الكوتش راما صارت جاهزة. صباح الخير مشاهدينا، معكم كوتش راما من شمس أكاديمي. اليوم فقرتنا حتكون تمارين لتو ليفلز، ليفل مبتدئين ليفل متقدمين. رح نبلش اول شيء مع بعض احماء ورم اب 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4. شادة معتي 5 6 7 8. رح نشتغل سكوات 1 2 3 4 5 6 7 8. now مع هايز 1 2 3 4 5 6 7 8. اوكي رح نعمل تاتش، رح نثني ركب شوي شوي هوب اب 2 اب 3 لفوق اب 5 6 هوب 7 last 1 8. اوكي رح نشتغل هاي نيز شوي شوي 1 2 3 4 5 6 7 8. نفسها نحن حنعملها للليفل الاعلى 1 2 3 4 5 6 7 8. رح نبدل 1 2 3 4 5 6 7
8 رح نرفع ليفل 1 2 3 4 5 6 7 8 رح نعمل جامبينج جاكس بس بالليفل المبتدئين 1 2 3 4 5 6 7 8 رح نعمل الليفل الأعلى 1 2 3 4 5 6 7 8 نفس رح ننزل على الأرض رح انزل شوي اترك مسافة 1 2 3 4 5 6 7 8 رح نشتغل الليفل الأعلى تويست 1 2 3 4 5 6 7 8 بطلع اخذ نفس رح نشتغل شوية خواصة 1 2 أنا تاني ركب 3 4 5 6 7 8 طب أنا إذا بدي أطور التمرين للليفل اللي أعلى رح نعمله 4 عدات ثانية ركب شادة ظهري معدتي إيدي هون وإيدي الثانية ورا إذني بدي أنزل شوي شوي سويتش مع نفس هاي 1 سويتش 2 ايدي ثانيه لورا اذني لورا 3 لاست 1 سويتش اوكي بعمل هاي نيز هوب 1 2 3 مع نفس 4 5 6 7 last 1 8 اوكي نفس ما ننسى ابدا نشرب مي وحتى انتم فيكم تعيدوا هاي التمارين لكذا جوله لو 3 أو 4 جولات بتمنى لكم نهار سعيد بفقرتنا الطبية التجميلية لليوم رح نحكي عن كتير موضوع بهم السيدات والصبايا يلي بيسعوا للحصول فيه على شكل مثالي وجسم رشيق ومرسوم البعض بيلجأ لممارسة التمارين الرياضية يلي بتعطي النتيجة المطلوبة ولكن بعد وقت طويل وممارسة مستمرة ومنتظمة للرياضة والبعض بده وقت سريع بده طريقة سريعة واللي هي عمليات التجميل 100% بيلجأ لعمليات التجميل وكونه صرنا بعصر السرعة والناس كلها مستعجلة وما بقى عندها صبر لحتى تحصل على الجسم المطلوب بوقت موضوعي ومثالي يكون التجميل حل؟ نعم هو حل وتحت شروط طبية وأيادي خبيرة بس طبعاً لازم ننوه ونحكي إنه هذا الحل لازم يكون بإشراف كتير دقيق وبتشخيص لكل حالة ما بتنطبق على الحالة الثانية كرمال هيك الصبايا بيحلموا يحصلوا على الديرير أو الأرداف البرازيلية يلي هي ترند هالأيام كرمال هيك صار معنا أيضاً الدكتور شادي رحمة اختصاصي بالجراحة التجميلية لنحكي أكثر عن هالموضوع بين الإيجابيات والمحاذير إذا تم تنفيذه بأيادي غير خبيرة صباح الخير دكتور صباح الخير والله يسعد صباحك يا دكتور صباح الخير أهلا وسهلا فيك معنا لليوم طبعاً حكينا بالبداية يعني ممارسة الرياضة بدها وقت طويل فعلاً لحتى نرسم وننحت جسمنا مزبوط. ولكن الحل السريع هو الشيء التجميلي العمليات التجميل اللي عم تعطيني الشكل المثالي والرسمة المطلوبة مزبوط. في الوقت اللي نحن بدنا إياه شو الحالات اللي منقدر نقول للصبية أنت بتقدري تعملي أرداف وديرير مثل ما أنت بتحبي بطريقة مرسومة وممشوقة شكرا كثير نور شكرا ورد على المقدمه الحلوه فعلا يعني كفيت ووفيت طبعا دائما بدنا يعني
اكثر طلب الحقيقه هلا حاليا او التريند مثل ما حكيتوا على التجميل هو المؤخره او الارداف البرازيليه. يعني تقريبا ما بخبي عليكم انه يعني معاينه لا بيسالوني عن الموضوع بالعياده. طبعا دائما نحن لازم نميز شو هي الارداف البرازيليه او هي شو هي جماليه المؤخره البرازيليه. طبعا دائما جمال الديرير او جمال الارداف هو اول شيء لازم الحجم يكون مدروس، تكون شكل دائري، في مشدود مثل ما تفضلتوا، ما في ترهلات. طبعا دائما الارداف البرازيليه هي شكل وليس حجم. يعني مو اذا عندنا حجم كبير معناتها هذا شيء حلو، هذا كثير لازم ينتبهوا له السيدات. لازم يكون مشدود وممشوق، لازم يكون مرسوم رسم. يعني دائما نحن لازم تكون خواصر عامله كيرف مقعره، بتنزل الافخاذ ستريت، مشان هيك بتبرز المؤخره وتبرز الارداف. طبعا هي جماليه الحقيقه. هلا اخر ترند يعني بتلاقي على صور الانستغرام او الفيسبوك بتلاقي على طول عم يبرزوا هذا الموضوع. طبعا هي فيكم تقولوا موض او فيكم تقولوا هي ذوق يعني. فالذوق العالمي حاليا متجه بهالموضوع هذا اللي هي تضاريس تبع الجسم اكثر ما الطول او العيون الزرق او الشقار اللي 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 بعتبره صار هيك جمال تقليدي حاليا. فدائما دائما نحن بنلجا لعمليه تكبير الارداف او عمليه نحت الارداف، خلينا نقول نكون ادق، بحالات متعدده، اهمها الحالات اللي بيصير في عندنا نقص وزن سريع جدا او مفاجئ مثل عمليات تكميم او عمليات قص المعده او عمليات الباي باس. الدايت اللي كثير عنيفه وكثير سريعه، احيانا التغيرات الهرمونيه اللي بتصير بجسم المراه نتيجه الحمل، نتيجه تعاطي كورتيزون او هرمونات معينه، بتلاقي الخواصر صاروا مثل ما بيقولوا يعني اكبر من اللازم، صاروا طافين بتعبير عامي، فبيتراجع جمال المؤخره. فهون بيجي دورنا كجراحين تجميل انه نعمل عمليه ابراز شكل حلو للدرير او الارداف من خلال نحت الخواصر، من خلال تعبايه حقن الشحوم ببعض الاماكن. احيانا بنلجا لعمليه التكبير اللي هي بتصير بطرق متنوعه اذا بدكم نحكي عنها. حنحكي عنها اكيد، ولكن قبل ما نحكي عن طرق تكبير الأرداف والمؤخرة عند السيدات، خلينا نروح كيف ممكن تكون التحضير لهالمرحلة؟ كيف بتشخصوا الحالة حضراتكم؟ كيف بتختاروا الطريقة الأمثل وبعدين هن شو الطرق؟ دائما نحن لازم ندرس، يعني نعمل دراسة لشكل النصف السفلي مع النصف العلوي. دائما لازم يكون دائما بعمليات البدانة أو عمليات قص المعدة أو نقص الوزن بتلاقي صار في عنا خربطة بين شكل النصف العلوي أو عدم تناسب بين النصف العلوي والنصف السفلي. فهون نحن لازم نعمل، يعني هي مثل ما تفضلت ورد، هي عبارة عن دراسة متكاملة، يعني ما في طريقة معينة، هي تعاون طرق. اللي هي أحيانا نعمل، خلينا نحكي عن طرق التكبير تبع الأرداف، أحيانا نعمل في عنا طرق أساسية. أول شيء لازم نعمل عملية نحت، هي بشكل أساسي. يعني أنا ما بقبل إنه أنا كبر الأرداف لكن عنا نحن خواصر والبطن والخواصر طافية، صار منظر كثير غلط هيك. في مثل عامي أو شعبي يعني هون ماني متذكره تمام، البرميل مصفر أو هيك شيء يعني، لا رقبة ولا خصر تماما. فهذا أول شيء لازم نعمل عملية نحت. ثاني شيء لازم نشوف المؤخرة أو الأرداف، هل هي فينا عندنا نقص حجم؟ إذا كان في عندنا نقص حجم في عندنا طريقتين أساسيات. أول طريقة هي حقن الشحم. حقن الشحم طريقة كثير حلوة، ناخذ منها كل الشحم اللي منحته وبعدين بنحقنه بالمؤخرة. طبعا هناك يعني هون عندنا ناخذ الشحم من المريضة نفسها، من المريضة نفسها. طبعا بهالطريقة إيجابياتها أنه بنقدر نتحكم تمام بالشكل اللي احنا بدنا نعطيه، وهي من جسم المريضة نفسها، ما في جسم غريب. لكن عيوبها أنه هي في عمل عندها الشحم بيدوب أول فترة، أول شهرين. صحيح. فنحن بنحاول قدر الإمكان كجراحين، هون تعاون بين الجراح والمريضة. الجراح أثناء العملية هناك طرق لمعالجة الشحم، مثل التسفيل، مثل تنقايته من المفصل، فصل من تنقايته من الدم والمفصل. بعدين نحن بنصفيه وبنحقنه. هلا بعدين المريضة بعد ما نحقن لها الشحم لازم أول شيء ما تنام على ظهرها، لازم ما تعمل، تنقطع عن الدايت وعن الرياضة لمدة شهرين. فهي عملية تعاون. الطريقة الثانية هي عملية، طبعا هون بدي نبه كثير شغلة مهمة، يعني نتيجة كثرة الطلبات على تكبير الأرداف، كثرة الأخطاء وكثرة الناس الغير أخصائيين اللي عم يعملوها، عملية جدا دقيقة مشان ما يصير في خطر. دائما بالنسبة لعملية حقن الشحوم، حقن الشحوم يجب أنه يتم فوق العضلة وليس داخل العضلة، لأنه داخل العضلة بيصير في عندنا مشاكل، ممكن يصير في عندنا صمات، خسارات،
هي مشاكل كثير كبيره لازم نتحاشاها باختيار جراح التجميل الاخصائي اللي عنده خبره بهالعمليه بالذات. مو كل جراحين التجميل عندهم خبره، نحن صار عندنا 15 سنه من الممارسه وبنحضر على طول مؤتمرات حتى قدرنا نشكل خبره كافيه بهالموضوع هذا. الطريقه الثانيه هي موضوع الحشوه السيليكونيه. الحشوه السيليكونيه بتعطي نتيجه ثابته اكثر، امنه اكثر، لكن بالمقابل الاجراء يعني التصرف المريضه او سلوك المريضه بعد العمليه لازم يكون مدروس، لازم تنام على بطنها 3 ايام، لازم تتحاشى الحقن العضليه بالمستقبل، فكل هذا الموضوع لازم يتاخذ بعين الاعتبار بالدراسه. هلا احيانا تجينا ارداف بتلاقيها ما في لا حجم وهي مترهله، فهون بيجي موضوع التعاون، لازم بهالحاله نحن نعمل عمليه شد للجرير، شد المؤخره باحداث جرح عرضاني باسفل الظهر، وبالنفس النسج تبع الارداف اللي هي الشحوم بنعمل شريحه شحميه وبنقلبها. طبعا هون يعني هون المجال ما بيسمح لنا نحكي كثير عن هالموضوع هذا، في تقنيك معين لازم نعمل عمليه تدوير للنسج الشحميه ونحشي فيها الارداف. وبرضه يمكن نلجا لعمليه حقن الشحوم لتعطي المؤخره الممشوقه المشدوده اللي لها شكل حلو ومتناسبه مع بقيه اجزاء الجسم. تماما الدكتور، نقطه كثير مهمه، وقت حقن الشحوم ممكن 60% يدوب بعد فتره من الزمن طبعاً. فهي معناتها بتحتاج لانه نرجع نعيد هي العمليه. طيب الصبيه عندها ديريير تمام، ولكن في عندها خفسات، عم يلجأ بعض الأشخاص أو بعض الأطباء لحتى نحقن مثل الفيلر إذا فينا نقول هاي المواد لحتى نعبي الخفسات ونرسم، هل هذا الشيء آمن؟ فينا نعتبره أصح وأضبط من الحشوة السيليكونية أو من حقن الشحوم؟ طبعا أنا شخصيا نتيجة خبرتي ونتيجة المقالات والمؤتمرات الحديثة والدراسات الحديثة كثير بتلاقي يعني شيء تجاري بالتجميل يختلف نور عن الشيء العلمي. دائما بتلاقي احيانا دعايات من قبل الصبايا بين بعضهم، من قبل يعني ناس اخير اخصائيين مراكز او غيرها بيحكوا عن الفيلر. الفيلر جدا خطير بموضوع الدرير، لانه شفنا حالات كثير الفيلر بهالموضوع هذا. اول شيء لازم يكون كميات كبيره حتى يعطي نتيجه، والكميات كبيره بتناسب مع اسعار باهظه، لذلك احيانا كثير بيلجا غير الاخصائيين لفيلر رخيص وبالتالي له مشاكل كثير كبيره، بيعمل خراجات والفيلر بيندمج مع بقيه الانسجه بحيث استئصاله بيصير كثير صعب، لذلك انا ما بنصح نهائيا بموضوع الفيلر. هلا موضوع العضله النائمه اللي ما بعرف ليش بسموه عضله نائمه، كثير احيانا تجينا طلبات انه انا العضله النائمه عندي نايمه، ليش نايمه؟ وين العضله النائمه؟ ما حدا بيعرف. شو هي العضله النائمه؟ العضله النائمه بالاخير عرفنا انه العضله النائمه هي الخفسات اللي بتصير بجوانب الافخاذ من الخارج، بتلاقي احيانا بعض النساء نتيجه لتكوين تشريحي معين بالحوض بتلاقي عنده هالخفسات هي، اوكي يعني هي شكلها احيانا مزعج لكن حلها ليس بعمليه الحشوه السيليكونيه. ما ضل غير نتشكرك كثير لوجودك معنا دكتور، وان شاء الله يا رب هيك فعلا يتجهوا كل هالسيدات لايادي خبيره مثل حضرتك لانه الخبره اهم من كل شيء. اهلا وسهلا فيك. شكرا لك كثير ولخبرتكم بمجال الاعلام كمان بتوصل الفكره الصح. اهلا وسهلا فيك. شكرا جزيلا. شكرا. يا صباح الخير، يا صباح الانغام الحلوه اللذيذه، دائما البروديوسر بتنقي لنا اغاني حلوه بندمج فيها، مشان هيك كمل معكم الغنيه، مو الغنيه، الطبخه هيك برواق. يعني تخيلي هيك قاعده عم تطبخي بهالمطبخ ومشغلتي لك هالراديو، والله بتطلع الطبخه غير شكل، غير وقت واحد بيكون متوتر ومعصب وعم تقلع ابنها من هون وتقاتل مع جوزها من هون، لا خليكي بالمطبخ رواق ريلاكس، هيك حطي غنيه لانه الطبخه عن جد بالنهايه هي فن. اليوم عملت لكم اكله، اول شيء بدي صبح على ستات البيوت اللي فاقوا هلا وحطوا فنجان القهوه، يسعد لي صباحكم. اليوم عامله اكله طيبه كلياتنا بنحبها اللي هي الكباب الهندي، حاعمل لكم اياها نفس يلي بنجيبها من برا، اعطيتكم سرين، حاحكي لكم شو سويت بغيابكم مشان تعرفوا السرين اللي انا حكيت عنهم. اول شيء اهم شيء انا عندي بالكباب الهندي يكون مساليه لي، يعني انا ما بدي لا سمنه ولا زيت، انا هون سليت اللي هي بعدين شلتها اذا انتبهتوا هون. سليتها انا بس اخذت منها يعني تقريبا معلقتين سمنه، وصدقا صدقوني هي اللي هي صحيه اكثر من السمنه بمليون مره، يعني على القليله هي طبيعيه. سليتهم هلا انت هون بترجع لإلك، هي خيار بتحبي تخليها بتحبي تشيلي، انا بصراحه لا بحب شيلها لانه بتعطي هيك قساوه ما بدي اياها، وخير هيك يعني اخف دسم. بعد منك شرت تقريبا بصله كبيره كانت عندي شرحات قليتها معها، وفوق منها ضفت البندوره اللي قطعتها مربعات كبيره، هي كمان يعني مو يعتبر سر بس هي اصولها
انه تكون الكباب الهندي المكعبات تبعها كبيره، مو مثل الكواج صغار، يعني تقريبا انا في بندوريات اللي هالقد كنت عم اقطعهم اربعه بس، انا بدي اياها كبيره، حطيتهم. هلا الفرق بين بندوره الشتاء وبندوره الصيف، بندوره الشتاء بتحتاج دبس بندوره، لانه بتعرفوا انتم البندوره عندنا ما بتكون ظريفه، اذا كانت بندوره الصيف الشاميه ما بدها ولا معلقه دبس بندوره، هلا هيك صارت عندي جاهزه، شوفوا بهذا الشكل. سر الكباب الهندي هلا حكينا، اول شيء اللي هي او الدهنه، السر الثاني هو الفرن، انا الفرن كيف بدي اياه يطلع معي ظريف مثل يلي بالسوق، بجيب سيراميكا، انا قلت لكم عليها قبل هالمره مشان المعجنات، سيراميكا او بلاطه اي شيء حطوها تحت من تحت وشعلوا الغاز، هيك بيعطي حماوه قويه وشعلوا عليها من فوق ومن تحت، مشان هيك تطلع هيك خاطره. هلا حقيمه وظيفه بهذا الشكل، بدكم ديروا بالكم. والله ريحة اللية ما بتتخيلوا قديش ظريفة، يعني تقريبا كل كيلو لحمة بياخد 5 كيلو بندورة، كل كيلو لحمة بياخد 5 كيلو بندورة. أنا اليوم عاملة وقية إنه نحن مو طبخة، يعني إنه نحن نورجيكم هيك. شفتوا قديش وهيك صارت عندي جاهزة، يعني ما شاء الله هلا هيك ولسه ما فوتها على الفرن، كيف هلا ما فوتها وهيك تتنهنى تبقى غير شكل. هلا ضل عنا المرحلة الأخيرة اللي هي اللحمة، هون أنا عندي اللحمة هلا بصراحة هي أصول اللحمة، ما لازم ضف لها ولا أي شيء، اللحمة الكباب، بس إذا كانت دهنتها كثيرة، نحن أحيانا بنقول للحام مثلا زد لنا الدهنة شوي بخف سعرها شوي، بهالحالة ممكن أنا معي تفرفت، أنا مشان أضمن إنها ما تفرفت بستخدم شوي من البقسماط أو الكعك المدوب، بس أول شيء رح أحط كمية منيحة من الفلفل، كتروا الفلفل تبعها، وحنضيف شوية ملح، وحضيف شوية بقسماط بهذا الشكل وافركوا. بتمسك معي أكثر، هلا غير إنه تمسك بصراحة إذا زودتي كمان شوي كمية البقسماط، يعني عائلة أحياناً قلت لك أنا ما عندي غير وقية لحمة، إذا زيدتيهم كمان شوي مع بيضة ممكن كمان تنفش أكثر اللحمة وتعطيكي دبل المقدار يعني. هلا نحن بدنا نحاول صراحة نحن نتحايل شوي على الأكلة، يعني نحاول قد ما فينا تكون اقتصادية بظرف إنه اللحمة صايرة فعلاً كثير غالية. ممكن حط لها مثل ما قلت لكم، حارجع عيد لستات البيوت، انا ما عندي غير وقية لحمة، نحن عائلة كبيرة، بحط لها بيضة، بحط بقسماط، وبزيد مثلا خضرة، خليني احط مثلا بصل، حط هي مو اصولها، يعني انا بالنهاية عم اقول لكم هي مو اصولها، بس انا بدي اللحمة اللي معي ترمي الكل ياكل لحمة، هي حالة ممكن كمان يشتغل معي. وهيك بدي ادعكها كثير منيح. هلا حورجيكم بس تقريبا خلصت معي، انا حورجيكم كيف رح كبكبها، لانه انا ما صفي عندي بصراحه غير اني انا احطها بالفرن، مثل ما قلت لكم صيروا جيبوا سيراميكا، شوفوا الجيران انتوا سيراميكا هاره، قيموا حطوها بالفرن. ضحكوا يلي بالكنترول، طب انه بدنا نشرح لهم يعني، هلا حنجيب المخرج والبروديوسر وكل القائمين على البرنامج، طب انا بدي اشرح مو للجمهور للمشاهدين. خلاص هلا هيك شايفين كيف بهذا الشكل، ما ححطها هلا انا مثل ما قلت لكم، هلا انا هي بدي احطها بالفرن، اللحمه بحطها قبل 10 دقائق من الاستواء، يعني انا حسيت اعطيت البندوره الشكل النهائي اللي انا بدي اياه، يعني مو تنشفوها كمان على الاخير تدوق تروح مرقتها بنوب، لا بستنى عليها شوي تقريبا، يعني انا حسيت انه خلص ممكن بس بدها البندوره 10 دقائق بالفرن، بهي الحاله بحط قطع الكباب، بحطهم تقريبا شيء 5 دقائق برجع بطلع الصينيه، برجع ببرمهم على الطرف الثاني ما بخليهم من تحت، يعني مشان يصير كلياتها لون واحد يا ورد ويا نور. شكرا كثير لك يا شيخ، اهلا وسهلا، الله يسلمك يا الله يسلمك يا برد. من مطبخ صباح الخير لمصر لباريس لامريكا واخيرا لبكين، جوله منوعه لنعرف شو عم يصير بهالبلدان وبهالمدن بالساعات الاخيره، خلونا نتابع. جولتنا على آخر الأخبار المنوعة بلشت، وبداية أخبارها من مصر. لمساعدة مرضى الشلل الرباعي ابتكر باحث مصري كرسي متحرك يعمل بإشارات المخ. هالكرسي بيتحرك لليمين واليسار لأعلى ولأسفل بأوامر بيتلقاها على صورة موجات من المخ.
محطتنا الثانية بفرنسا. معرض انطلق بالعاصمة باريس عرض لأول مرة النسخة الأصلية لمخطوطة الأمير الصغير للكاتب أنطون دو سان إكسيبري، إلى جانب عشرات الرسومات يلي بتسلط الضوء على موهبة المؤلف كرسام. كتاب الأمير الصغير هو واحد من أكثر الكتب المترجمة بالعالم ويلي صدر بال 1946. ومن باريس لنيويورك، كشف متحف متروبوليتان بالتزامن مع أسبوع الموضة يلي عم تشهد المدينة عن ملامح معرض يروي قصة الموضة الأمريكية بالقرنين 19 و20، مترافقة مع مقاطع سينمائية تعريفية قصيرة أعدوها مجموعة من أبرز المخرجين. ونهاية جولتنا بالصين، عرض مبهر للحديد المنصهر أضاء سماء بكين بإطار مهرجان الفوانيس واليوم 15 من العام القمري الجديد، فبيقوم العارضين بتسخين الحديد المصهور ورشه بالهواء الطلق، الشيء اللي بيؤدي لتشكيل عروض بتشبه الألعاب النارية ويطلق عليها اسم الزهرة الحديدية. السكارفات أو اللحشات من أجمل الإضافات يلي ممكن تترك لمسة حلوة على اللوك بألوانها وأشكالها المختلفة ويلي إلها الكثير من الطرق لتطلع بشكل حلو ومرتب. هي مو بس بالشتوية منقدر نحطها، كمان منقدر بفصل الخريف والربيع، وكل وقت إله نوع سكارف معين. اليوم ضيفتنا خبيرة الأعمال اليدوية منال برنجكجي يلي صارت معنا بالاستديو، رح نشوف معها الكثير من الأفكار الحلوة يلي انضم لإلها وردي. سعد صباحك منال، أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا وسهلا. شكرا يا نور، كيفك مع اللحشات؟ والله ما كتير، أنا من الأشخاص اللي بفضلوها. حنغير لك هاي القناعة اليوم. الست منال اليوم حتعطيكي وتعطي كل المشاهدين أفكار كتير مهمة ومميزة عن اللحشات وكيف ممكن السيدات يعملوهم بالبيت أو يغيروا عليهم وكيف ممكن ينسقوهم مع التياب. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي. صباح النور، أهلا فيك. عنا كتير أفكار اليوم، عنا كتير موديلات. بالبداية قبل ما نبلش نستعرض شو في معنا على الطاولة، شو قصة موديلات اللحشات بال 2022؟ صرنا نشوف موديلات جديدة، رسمات جديدة وأقمشة جديدة. أقمشة جديدة لأنه نحن هلأ على بوابة أنه نرجع للموضة القديمة مثل وقت كانت بالستينات سبعينات، الألوان، الزخارف، التناقضات، البوهيميان موديل، فنحن عم نرجع نعمل القصص نخفف شوي من السادات. أو بالأحرى يلي كتير مثلاً بتحب النمط السادة بلبسها، فالصفة الاكسسوارز هو اللحشة. المتعة الحقيقية انه تعطي ابراز شخصيتها. صح، تمام. نبلش معناها بعدين شب او بنت، يعني ما دخل، نحن ما لنا حيازين. انا هلا تحت الهواء تحت الهواء عم اقول لها مدام منال وعم عاتبها، قلت لها شو قصتكم كله للسيدات وللنساء؟ قالت لي هي بتعمل للرجال اكيد، ولكن اليوم مخصصة الفقرة للسيدات. تعالي لنبلش نستعرض شو في معنا على الطاولة. نبلش مثلا بهي القطعة، أنا ومن بعيد قلت لها للمدام إنه هي شو لباد، قالت لي لا هذا شو اسمه؟ جوخ. جوخ، جوخ موهير. موهير، أي. شو هاي القطعة؟ كيف شغلتيها؟ حلاوتها إنه بتضل ألوان حيادية نوعاً ما. الجوخ في له طريقة بالألوان إنه ما بيسرح اللون عليه، بما إنه في شوية خشونة بسيطة فبيمسك اللون، فهون أنا بعتمد على طريقة اللون بالتابينج، يعني بالريشة على مهلي بلش بشرب اللون على مهل. وفيه ميزة كتير حلوة إنه فيني أعمل مثل الألوان المائية وقت كنا نعمل على الكانسون كيف يتشرب على مهله ويبلش باللوحة كتير. لوحة كتير، فهو بصراحة كتير ممتع. ممتع، فما بعرف إذا يبين الأستاذ المخرج ياخذ لنا الرسمة لحتى نوضح إنه هاد رسم على القماش،
هذا فن بحد ذاته. شو الألوان المستخدمة؟ أكريليك. أكريليك 100%. ولزيت الأكريليك إنه فيه مطاطية نوعا ما، فأولا بيمسك على القماش، ثانيا مقاوم بالغسيل، طبعا نحن ما حنحطه على حرارة عالية، حنغسله يدوي. إجمالا كل شيء فولارات، كل شيء عنا لحشات، سكارفات، حجابات، بتضل بتاخذ النمط الغسيل السريع. أنا حابب قصة وعلقها بالبيت تطلع لوحة فنية أكيد متكاملة قماشية 100%. هي لوحة قماشية بالأخير، كثير حبيتها وقماشها كثير حلو. إذا أخذنا القطعة الثانية هون مع شو بتلبق مثلا؟ هون شاموا. في ناس عندهم كنا عم نحكي البروديوسر ما يحط تقرير أغرب المهن الموجودة بالعالم، ففي ناس مهنتهم يتحسسوا الأقمشة بس وبياخذوا كثير مصاري. طبعا نحن هلا عم نتحسس بدون مصاري. كيف الرسم على الشاموا بيخلف عن المهير؟ هلا هون بقى فيه انسيابيه بحكم انه التكستشر تبع القماش بيكون فيه وبره بس مو منفشه ناعمه. فنحن بنوعيه الالوان هلا انا فايته بالسلكي شوي، يعني هي اكريليك بس فيها لمعه، فيها جليتر شوي فبتمد. في ميزه انه بيعطي وضوح للون اكثر. فانا تقصدت اني احط اللون الكحلي ليبين اكثر الالوان، كان هاللون بيبين. ولاحظت انه في تناقضات، يعني ما في هارموني كثير. انا عملت مثلا موفات شوي في احمر، شوي بلش الفضي، ما بعرف اذا على الكاميرا مبين انه في فضيات. باينه كثير بوضوح، وانا من انصار المناظر الطبيعيه، يعني كثير بتعطي. هلا هي بالنسبه للمواضيع كثير بحر بحر. حسب انت بقى شو بتهوى. في ناس في طلبات خاصه كثير بتبقى حلوه. انا بتمنى لو كنت جايبه تسكيله واسعه كلياتها. انا بتمنى لانه بالفعل في عندي زباين بيتطلبوا انماط خاصه بتغني. انا عندي سؤال. اي تفضل. هون اللحشه الزيح تبعها او هون الحافه تبعها ما لها محبوكه، ما لها مجهوله مثل ما نحن متعودين. حسب الطلب كمان، حسب الطلب. لانه في ناس بس قصدي هي موضه السنه. ايه كل شيء قصه طبيعيه عم نرجع. مثلا حتى الجواكيت اذا لاحظت في انواع من الاجواخ عم تبقى مقصوصه. القصه بدون نهايات، انه ما لها محبوكه، ما لها مفصله بشكل انه من هي مثل ما نحن معتادين عليها. فهون على حسب الطلب. طب كيف بدك حتى هلا هيك انت عملتها بالعرض اللي نحن متعودين عليه. اوكي. هلا بحكم انه هالسنتين دارجة العريضه كثير، حسب الست او الصبيه شو حابه تعمل لوك. هي مو بس للدفى، هي عم تعمل هي نمط صارت اكسسوري. اخر شيء تفكر فيه للدفى هي عن جد لوك. هلا هي لوك بس بتدفي كمان يعني اكيد. بس انا هلا هيك عملتها بالعرض الطبيعي. إذا حبيت أعملها بطريقة تانية إنه أنا فردتها عملتها هيك، ما بعرف إذا بس معي حتبين. إيه أكيد. هلأ هيك فردنا وحطيت السنتور مباشرة فوقها. أوكي. فأنا إذا لابسة شوي القبة العالية من جوا إنه شوي حلو كتير، ما كتير خرج طلعة. أنا هيك استعدت عنا بمكان عمل على الانستغرام. على الانستغرام عم شوف كثير بالصين او باليابان. ايوه. طرق لصناعه اللحشات وكيف بيعملوا اللحشه فعلا مثل الكنزه، بيعملوها مثل فوق البل. تقريبا 50 موديل بيطلع من عباره عن قطعه مربعه الشكل، كل شوي بتربطها بطريقه ديناميكيه، صارت القطعه عم تلبسها بعده طرق. وانا هلا بضمن لك اذا القطعه أوكي. طريه انه عن جد طول ما لقعد الست انه أخذت قطعة بس صارت إكسسوار حلت كل التنسيقة يلي هي عاملتها عشان الطلة تكون حلوة. طيب تعالي نروح للندن ولا لباريس. يلا تعالي نروح للندن، أنا بحب لندن أكثر. يلا هي قطعة لندن أنا رح سميها. هي كمان شاموا. شو هالقماش؟ هي شاموا بس كمان هدلة أكثر من هي، بترجع للتوب والخيوط اللي مكونة منه. أوكي. عم نشوف ملامح بريطانيا، عم نشوف ملامح لندن. هذا التليفون بوث عم نشوف ساعة بيج بان. ساعة بيج بان. اوكي. بس هلا بما انه البسكليت والشجرة عاطية الفيمينن، يعني نمط خرج بنت. انا عاملة منها شبابي. حلو. وين؟ سيارة سوداء. وين؟ لازم يكون الفلاشة معي ونزلها مباشرة. انا عم بحكي عم بشرح على قطعة. طب ليش ما تجيبي القطعة معي؟ والله عندي أحلى. عندي مئات القطع. الله يهني زباينهم فيها. امين. طيب طريقة الشغل بتختلف؟
هون مثل ما قلت لك هن قريبين لبعض بس كمان الموضوع اللي نحن عم نشتغل فيه هو بيفرض عليك نوعا ما طريقة الرسم صح. يعني هالانسيابية هي بهالموضوع هذا أنا بحب إنه على مهلي أعطي تاتش بس بحدد في أنماط تانية مثل هون مثلا مضطرة إني أعمل طريقة التابينك على مهلي أعمل تباين بالألوان نزل لون أبيض بقوة مثلا لحتى يبرز اللون اللي تحت منه هون رحنا لباريس تمام تمام شو مكتوب توقيع؟ بورتوا بورتوا أوكي طيب يعني هي إلك خصيصاً إلك تصممت هلأ لقلك شغلة الفكرة هي الأساس بس أنت قبل ما تطبقي الفكرة بالألوان في مسودة بينشغل عليها؟ تقريباً أنا ولا لا فوراً بالألوان ما تطبق؟ أنا لأنه أخذت إيدي فمباشرة أوكي. بالألوان تمام. بحب لكن نسب بحب أعمل نقط مثلاً معينة بالنقطة بالعفواً بالعنصر وخربطنا. إنه حياخد ما عندي مشكله ما عندي مشكله بنغير الرسمه ممكن نغير رسمه او مثلا بعمل مجال انه هالعنصر طغى فبعمل أوكي. عنصر تحت منه يعني نوعا ما في حل معك ما في شيء مستحيل صح ما في شيء طيب. مستحيل شو حنشتغل قدام المشاهدين هلا نحن هون كلياته ربيعي اوكي او خريفي هلا هون صيفي لحشه صيفي لحشه صيفي اوكي او فيني شال صيفي فيني حطها انا كحجاب وفيني حطها أنا كفولار فوق التياب السادة مثل ما قلنا نحن عم نرضي جميع الأذواق بدك تطلعي بيطلي شوي سادة نحن عم نحرك بالإكسسوار شو القماش اللي عم نشتغل عليه؟ كريب هلأ أوكي. الكريب بتلاقيه بزحت شوي إذا لاحظت كتير ناعم وشفاف يعني ليكو ترانسبيرنت يعني أنا حكر عندي بالألوان شوي لكن في ميزة أنا هلأ مثلاً ببلش بشتغل شوي هاي الألوان الإكريليك قدامي الكونتورات أنا بحط على حسب الألوان اللي أنا بستخدمها بأخذ درجة اللون شديتي على قطعة شديت أو أهلا أنا قبل ما شد على الإطار مثل ما حكينا قبل شوي أنه ببلش بحدد العناصر اللي أنا هي أساس الرسمة عندي هلأ هون مثل بيوت متداخلة شوية شجر شوية شغلات يعني تجريدي لنفرد أوكي. شوي هلأ أنا خلصت القسم التحتاني بلشت بالريشة مشان المشاهدين هلا يشوفوا كلياتها انه جاهزه لبين ما نشتغل اللي فوق هلا هون محدات كلياتها الرسمه ونشفانه انا ببلش بقى بالمي وبحط شويه لون انا بحب دائما انه بصحن صغير او مزاجه صغيره بحط اللون وببلش مع انه رقيقه فهي شو حلاوتها فعم تعطيك هالسبوتس هي من خلال الالوان أوكي. انا ببلش هلا اذا ملاحظ هون مجليه شوي مبينه بقت المي كيف نشفانه والأحلى إنه لما بتكون ألوان كحولية الألوان الكحولية جداً رائعة بالهذا بس أنا قدر إمكاني اللي موجود بالسوق أوكي. وبدون احترافية زيادة بلش بقى بعمل اللون بنبلش من الزوايا بلش هيك وبعطي الطرف هاد أفتح لازم أعمل ظلال حتى يبين تباين الألوان فأنا بحب مشان إنه ما يستصعب الواحد فكرة الرسم بهالشغلات بلش لون لون بلش بالأزرق مثلاً يعني نقول إنه نحن هالبلوك وهالبلوك وهالبلوك أزرق بلشنا فخلصنا كل شيء أزرق أي خلص إذا حسيت إنه مثلاً أنا بدي مستعجلة بحط شوي السيشوار بس وقت بدي استخدم السيشوار فهو هو سخن فأنا بدي حط إطار لابد منه مشان يضل الشكل نظيف عندي وبين اللون وقت اللي عم يتشرب ينشف على حاله فبيعطي هالإفيه هي الحلوة اللي قديش فيها متعة هي المدام وعم تحكي مستمتعة بالشرح إنه هي قطعة هاند ميد حلوة صنعات بحب تنهدى هلأ قربنا خلص عيد الحب قلنا هلأ عيد الأم هلأ قربنا على عيد الأم أنا جاي إليك قربنا على كتير مناسبات بحبوا الناس يهدوا بعضهم فيها كمان يعني إن شاء الله الله يعيشنا لأيامه جاي شهر رمضان صح. فلذلك هيك قطعة برمضان مثلاً حدا رايح زيارة كتير حلوة تنهدى أكيد هي فيها كتير ميزة إنه أنت عم تصنع من إيدك وعم تعطي اللي بتحبه شيء أنت مستمتع فيه هلا أنا بلشت هو ورد عم يحكي أنا استغليت الفرصة بلشنا باللون شوف شلون عم يتشرب ورد تمام وعم يكون أغمق إلى الأفتح تماماً هلا ميزة الكريب هيك أنا بقية القماش ما بيعمل هي نحن قلنا هون بنعمل تابينج نعمل تطبيع
هلا هيك. اما هون مد، انا مالي عامله نمط للرسم، يعني خلص انا اصلا هاد تجريدي عشوائي غير ما في يعني نمطيه له، فانا بعمل هل شايفين اللون كيف عم يعطي هالالوان البترولي الحلو الرايق، ما كثير عم لون بالغامق، بلش بالالوان الفاتحه نوعا ما لك وعم يشرب على مهله قد ما بدي بغمق، مو لانه في مي صح. ومحدد هو فبيمد. فانا بعمل هيك هالتاتشات الناعمه هي الحلوه وبيطلع معنا شيء. هلا لو ضربت الفرشايه بينت ما في مشكله. هلا هون عملت هيك هالموديل هاد انه مثل هيك غيوم بشكل بسيط ناعم. حبينا هلا مثلا نغمق، حافتح هي بما انه هي اكبر وحده، اغمق وحده، ها تاتش صغير. يا ريت لو بمدارسنا بينزلوا هالمواد تطبيقيا وبيعلموها للطلاب، كانوا من قبل يعملوا شيء صحيح فنون نسويه مثلا لمدارس البنات، او حتى لما كنا نحن كشباب يعلمونا شغل اشغال يدويه تبع حصص الرسم، بس بدنا نفعلها بطريقه اكثر. ليكو مثلا ممكن حدا ياخذها مهنه اكيد ويبيع هاند ميد، وهو وقاعد ببيته بس يجيب المواد الاوليه، وممكن السيدة تعمل مدخول تاني لحتى تعيل. حتى يعني نحن كمان وصلنا لمرحلة انه في عنا يوميا في مشاغل شاغلتك، فليش ما يكون في تصريف لهالطاقة هي اللي عم تجيك بلا ما تتحول بلا ما نقعد نحكي على بعض ونقعد نعمل مشاكل. فنحن بنعمل لحشات شيء مأجورين عليه انه احنا عم نفيد غيرنا صحيح، شيء عم نستثمر وقتنا بشيء بيرضي رب العالمين، ما نكون عم نعمل شيء ضياعة وقت لأنه وقتنا كلياته ونحن مسؤولين عنه. طيب يلا أخذنا فكرة كتير حلوة، هذا اللون الأزرق حبينا، أخذنا فكرة كتير حلوة شرحت لنا المدام منال كيف ممكن نحن ننسق اللحشات بداية، شرحت لنا كيف ممكن نعمل رسمات على أقمشة مختلفة من المهير، من كمان المخمل، من الشاموا، من أمور تانية، وورجتنا كيف مندمج الألوان. شكراً كثير لوجودك معنا. أنا شاكرة ويعطيك ألف عافية. شكراً أنه هيك عطيتوني فرصة بس لوضح شغلات بسيطة قديش مشتغل. أهلا وسهلا فيك، يعطيك ألف عافية، رح نرجع لعندك يا نور. شكراً كثير لكم، يعطيك ألف عافية منك. الله يعافيك يا نور. يعني الابتكار وإثبات نوع مختلف من الذكاء مهمة صعبة بيحاول كثير من الطلاب إنجازها. لهيك اليوم ومثل كل سنة الأولمبياد العلمي السوري بالتعاون مع وزارة التربية عطت الفرصة للطلاب من مختلف الأعمار لإثبات قدراتهم والمشاركة بالمسابقة الوطنية لأولمبياد الروبوت العالمي 2022 يلي رح يتأهل من خلال فريقنا الوطني للنهائيات بألمانيا. ومبارح تم الإعلان عن إطلاق هاي المسابقة خلال مؤتمر صحفي لهيئة التميز والإبداع بدمشق. لتعرفوا تفاصيل أكثر تابعوا معنا هذا التقرير لزميلتنا غنوة السمرة. أقامت إدارة الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع مؤتمر صحفي للتعريف بمسابقات أولمبياد الروبوت العالمي للعام 2022. هالمؤتمر كان على هامش التحضيرات للبطولة الوطنية للروبوتك يلي رح يتأهل منها فريقنا الوطني للنهائيات العالمية في ألمانيا، وهالشي منتصف شهر تشرين الثاني القادم. المرحلة الأولى هي المسابقة الوطنية، المسابقة الوطنية بتصير بشهر آب، بيشاركوا فيها الفرق بكل الفئات، بكل فئة المركز الأول هو مرشح للمسابقة العالمية. هلا في عندنا الفئة اللي هي المهمات الروبوت الروبو ميشن بيعتمدوا على مجموع نقاط، نتيجة المنافسة الصعبة عالمياً، فنحن من بداية يعني خلينا إطلاق المسابقة صار في عندنا شرط إنه الفريق بيشارك على المستوى العالم بيجيب نقاط كاملة ضمن المسابقة.
وبيتم اختباره مرتين قبل ما خلينا أهله للمستوى العالمي. السنة إن شاء الله حابين نوسع قاعدة أولاً المدربين، ثانياً قاعدة المشاركات اللي هي عم تكون من قبل المدارس، من قبل الجمعيات، من قبل المركز الوطني المتميزين وعدة جهات أخرى للتقدم بهي المسابقة. تم العمل على إدخال مادة التقنيات التطبيقية كمادة أساسية ضمن الخطة الدرسية لهي المدارس، لحتى تعتمد هلأ مبدئياً ضمن الحصص الإسرائيلية، حتى التدريب عم يكون ضمن عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت. تضمن المؤتمر تعريف التعديلات يلي تم تطبيقها على المسابقات خلال الموسم الجديد، بالإضافة لشرح شروط وقواعد المشاركة بكل مسابقة وجميع الفئات العمرية المعتمدة. وبتتضمن البطولة 4 مسابقات، وهي مهمات الروبوت ومبدعي المستقبل، بالإضافة لمسابقة مهندسي المستقبل، وأخيراً مسابقة الروبوتات الرياضية. دربنا كادر بالتعاون مع هيئة تميز الإبداع لإعداد مدربين لقيادة الفرق وتدريب طلاب المدارس المتفوقين. بدأنا بتدريب طلاب صف السابع والثامن بمدارس المتفوقين لتحضير الفرق الأسبوع القادم ب 26 شهر في امتحان مركزي حتكون فيه الهيئة بالتعاون مع وزارة التربية لانتقاء الفرق من كل مدرسة، لح يتم انتقاء على الأقل 4 فرق إلى 5 فرق من كل مدرسة من المدارس المتفوقين، ومن ثم للمشاركة بالمسابقة الوطنية ومن ثم المسابقة العالمية. طبعا احنا كان بفترة السابقة عملنا تدريبات ولو كانت بشكل بسيط، بشكل حتى احنا دربنا بعض المدرسين، بس هاي الفكرة الجديدة طبعا هلأ في انه تشاركية، ونتمنى ان شاء الله تتعمم لباقي المدارس. من فترة حوالي السنتين كان في تأليف للمناهج الإسرائيلية وكان مخطط لهذا الموضوع، بس شوي هلأ كان شوي في عنا شوي ضعف إمكانيات، فهلأ إحنا كتجربة أولى منطلق من المتفوقين. بعد طبعاً أكيد رح يكون إذا في حصة إسرائيلية رح تكون خارج أوقات الدوام أو حتى أيام العطل، هلأ المقرر طبعاً السادة بيعرفه المقرر تكون يمكن جمعة وسبت يعني خارج أوقات الدوام، في حال نزل حصة إضافية إسرائيلية أو نزل منهاج إسرائيلي أو كان موضوع مخصص للمسابقة أكيد رح يكون في مشاركات إن شاء الله. المسابقة هالسنة كانت حصيلة العمل المشترك بين هيئة التميز والإبداع ووزارة التربية، اللي افتتحت العديد من أندية الروبوت ضمن مدارس المتفوقين وبمختلف المحافظات، لا يتضاعف العدد ل 21 نادي روبوتيك ضمن مدارس المتفوقين. حملت البطولة هالسنة عنوان روبوتي صديقي، يلي تم اختياره من الدولة المستضيفة وهي ألمانيا. حظوظنا وأبراجنا وتوقعات الفلك مع مدام نجلاء أباني. صباح الخير يا مدام. صباحك يسعد صباحك يا نجلاء. صباح الخير يا نور. صباح الخير للجميع، ضلوا بخير وأيامكم دائما سعيدة. اليوم 20 شباط فبراير، تمنياتي للجميع بالخير. طبعا دخلت الشمس إلى برج الحوت، مواليد اليوم يعتبروا من مواليد برج الحوت، ما رح أعتبرهم على الحافة لأنه من 18 هي بتدخل على برج الحوت، لذلك هن صلون يومين، فخلص صار اليوم مواليد اليوم حوت. عطارد كوكب السفر الأوراق المستندات ما زال يتقدم في برج الدلو، المريخ للطاقة للحماس الأميل للنزاعات من العقل، المريخ يتقدم في برج الجدي، والزهرة للمحبة للارتباط للعلاقات للأقرباء كمان في برج الجدي. هلأ أغلبنا قريبين من العائلة عموماً، يعني هي الفترات فترات عائلة تعتبر محبة للعائلة، مصالحات عائلية، بس مواليد برج الحمل، مواليد برج السرطان، الميزان وشوي الدلو شوي صغيرة لازم ينتبهوا على أمورهم الصحية. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل اللي اليوم بالذات لا تغلق أبواب مفتوحة، يوم حاول تترك المجال لصلح أو تترك المشاكل جانباً، ما بعرف الأمور شوي عم تتراجع، عم تبدأ شوي بالتباطؤ، أمور العلاقة بتأجيل بتأخير، كن منتبهاً لأسرارك باعتبار الحمل أخصائي إنه هو يضل يحكي بأسراره يعني لكل الناس ما عنده مشاكل. اليوم بالذات لا تضخم أمورك الصغيرة، لست في اليوم
الأفضل. استنانا لبكرة عموما. مولود برج الثور، لا الأمور بالنسبة له إيجابية وجيدة، عنده 100,000 قصة شغلته ومزاجه مو كتير يعني جاهز لإنهاء الأعمال المتراكمة، أعماله كتيرة واليوم ما فاضي فعلا، وفي عنده كأنه قصة صحية، تراثه مشلوش. أحيانا بيجينا هيك أيام في 100 فكرة براسنا، ما عرفانين منين بدنا نبلش، منين بدنا نكمل، شو نعمل، شو نسوي. هو أفضل شيء إنه نحن نعمل تنظيم لأولوياتنا، نقول هاي القصة يعني لازم نبلش فيها، نختم بكذا، يعني قدر المستطاع، وانتبه شوي على أمورك الصحية. مولود برج الجوزاء، اليوم للسفر، للعلاقات، لاستسهال الحياة، لتحصل يمكن على ترقية أو تناقش بأشياء مهمة، أو لتكون عندك نوع من أنواع الجديد، أو في إيجابيات بوضعك المهني، أحباء، أصدقاء، ربما تسليك الأمور الاجتماعية اليوم مولود الجوزاء. مولود برج السرطان، اليوم الأمور بالنسبة لك ضمن إطار الإيجابي، ولو أنه بين مبارح واليوم ما كتير مرتاح. ما بعرف إذا أنت اليوم عم بتميل لفرض آرائك، ولا عم تنظلم بشي قضية، ولا عم بتخاف على شيء أنت بنيته، ولا في عندك قصص العلاقة بأنه لازم تتحمل أصدقائك أو أهلك. يعني أنا بقول اليوم حاول تحتفظ بحظوظك، ما تعاند بشكل مفاجئ، وحاول أنه يعني تنتبه من بعض المشاكل. برج الأسد، اليوم حركة، نشاط، علاقات عامة، أصدقاء، أهل، يمكن ناس هو بيحبهم. أحد الأيام اللي اليوم في حركة مستمرة وانقلابات ممكن تكون مفاجئة وإيجابية، يعني باتصال، بتليفون، بحظ سعيد، بلقاء ممكن يكون إيجابي، محيطك يمنحك اليوم متعة وأفراح. تبدو سوء ابتسامة مشرقة اليوم مولود برج الأسد. مولود العذراء، غالباً عم تناقش ببعض الأمور المالية، وحاول تسأل أهل الحكمة. يوم لا يعتبر كتير كتير الأفضل مالياً، لا تتهاون بحقك المالي أكيد، وابتعد عن الإسراف. على كل اليوم يوم فيه صرف أو فيه نقاش أو فيه قصص العلاقة بمكاسب، بس يعني عم بيطلع عندك مصاريف إضافية. ميزان اليوم القمر ببرجه، مما عم بيخلي الأمور لقله إيجابية، يمكن عم بيعطي وقت أطول للناس الحواليه، يمكن في عنده نوع من أنواع التغييرات بالعمل، بالأمور الشخصية، يمكن عنده قصة إيجابية مفرحة. قدرتك على الإقناع اليوم جيدة جداً مولود برج الميزان، واليوم الناس عم ترغب تتقرب منك، يوم يعتبر جيد. صحة يا مدام، صحتين طبعاً. صحة نجدة. هلأ لحتى عرفت أنا سبب فورة الدم مبارح تبع برج العذراء، كان القمر بالعذراء؟ طبعاً. أوكي، مدام نجلة أباني بتقول بس يكون القمر ببرج معين ديروا بالكم من فورة الدم. أوكي، بتنفرج أموركم، بس ديروا بالكم من فورة خمس دقايق. والله هاي الخمس دقايق بتخرب الدنيا. مولود برج العقرب، اليوم الأمور بالنسبة له العلاقة بالأذى، هو هيك عم يعتبر إنه في أذى لقله، يمكن بكلمة، بتصرف، بنوع من أنواع الإحساس بالكرامة، ما بعرف. اليوم في تسرع على كل عند مولود برج العقرب، سواء بالقول أو بالفعل، وفي شيء كأنه عم بيقلل من نجاحك، ربما نزق مولود برج العقرب. بكرة داخل القمر على برجك، فاستنانا بس لبكرة أو حتى المساء إذا بدك أمورك أفضل بكتير. القوس، يوم اجتماعي بامتياز، الفترة ممتازة للتعرف على أصدقاء جدد، لتنطلق باتجاه علاقات جديدة، ليكون عندك رغبة بترتيب أمورك خاصة اجتماعياً، تفكر بجديد، تشعر أنك محبوب عموماً، لقاءات مثمرة، ربما أنت مركز اهتمام المحيط مولود برج القوس. الجدي، إذا بتسألوني بين 12 برج الحياة، الجدي اليوم أكثرنا تعباً، أكثر حدا مضغوط من الآخرين، سواء بنصائح أو بخناق أو بقصص العلاقة بظلم أو اتهام أو نوع من أنواع اللوم، أو هو ضايق خلقه، معصب، مو متحمل حدا. يعني مع أنه أنا بنصحك أنه أنت ما تنتقد كل شيء بيحصل اليوم، اليوم الجدي شايف الأمور سلبية وجاهز لانتقاد الآخرين وبسرعة. بكرة أحسن بكتير،
مولود برج الدلو اليوم الأمور لك جيدة، أنت متمالك لأعصابك وهدوءك، والناس حواليك عم يدعموا آرائك، عم بيأيدوا مواقفك. اليوم أمورك جيدة لتستفيد من حظوظك، ما بعرف إذا لقاءات أو طلب عم تطلبه وعم ينفذ أو قصة ممكن تعمل لك سعادة، بس غالباً في متغيرات حواليك إيجابية. مولود برج الحوت اليوم أنت تدرك عدم جدوى الشجارات، لذلك تلجأ للحوار، واليوم أنا بعتبره يوم جيد، عندك 3-4 أيام يعتبروا للتعامل مع الجميع بمختلف انتماءاتهم، للطف، للمساعدة، لقصص ممكن تكون مالية، لتقوم بدون فعال بحياتك العاطفية، لتزداد شعبيتك يمكن. مولود اليوم مولود 20، كل عام وانتم بخير. صفاء، عذوبة، مولود مغرم بالجمال، محب دائما تعطوه محبة، حنية، دائما يهوى السفر، يهوى حضور الحفلات، سماع الموسيقى، بيعرف يخلق توازن بين أحلامه وبين واقعه اللي هو عم بيعيشه، وهذا أفضل طبعا بالنسبة له لأنه دائما ضروري بالنسبة له التوازن. البيت عنده المملكة الأحلى عموما، محب لبيته ومنه نقطة انطلاق. مولود محب البناء، يحتاج دائما لمن يفهمه وينقصه فن التعبير عموما. مولود قادر على النجاح إلا إذا استمر بحبه للكسل، هو عنده محبة الكسل، بس إذا لقى من هيك يحسه ويكون عم يشتغل بقصة هو بيحبها أكيد لا ما عنده كسل، خاصة أنه القصص اللي بيحبها كتير العلاقة بالفن، مختلف أنواع الفنون. طبعاً شهر للتعارف لوضع النقاط على الحروف، غالباً داخل بيتك، داخل فرحة أو في قصص هيك العلاقة بطاقة، بحماس، بدخول كمان المريخ لبرجك. ربما تغير عملك، مؤسسة جديدة، سفر، يعني أمور مالية إيجابية أنا بعتبرها سنة كتير مهمة بالنسبة لك، وغالباً فيها تغييرات. رسائلكم أكيد على 18-45 من أي موبايل داخل سوريا. ريم عم تسألني مع محمود. ريم علاقة جيدة بالمجمل، وإذا وعد فهو صادق. أنا مشكلتي دائماً مع الحمل يا ريم إنه اللي بيقولوه اليوم ما هو اللي بعملوه، هو بيقولوه بهدف المبالغة بس لأنه بحب. هلأ هو بعد شوي شو بيصير الله العالم، بس إذا عم نحكي على الحظوظ فوالله هي مساعدة هذا العام، خاصة فترات الصيف، فالله يقدم لك فيه الخير. هند بنت سعاد، يسعد اوقاتك يا هند. الصيف كمان بالنسبة لك هو الأفضل يا هند. هلأ أنا بشوف الثالث والرابع مانك كتير مرتاحة، ما أنهم سيئين بس لا يعتبروا أشهر للتغيير أو للراحة. الخامس بقى وما بعد بتبلش حظك مساعد. ديما بنت رجاء، سنة حظك يا ديما، سنة جيدة جدا 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 لتغيير محيطك العائلي على الغالب أو تغيير مكان سكنك، وغالبا هي سنة العلاقة بارتباط. أنا هذا رأيي على كلين، الله يقدم فيه الخير. بنت غيدة راما، بنت غيدة يسعد أوقاتك يا راما. أحد الأعوام الأفضل حظاً لغيدة، بكرة بعد بكرة عيد ميلادها، طبعاً من عيد ميلادك لتبلش الأمور سعيدة، يعني أنا بشوف لسه للشهر القادم 5-3 لتبلش سنتك بشكل جدي. طبعاً الأمور جيدة جداً بين الثالث وبين الثامن، أنا بظن في عندك خطوة مهمة ممكن بارك لك فيها يا راما، طبعاً إذا أراد رب العالمين. فاطمة النور، يسعد أوقاتك يا فاطمة. سنة بتاخد العقل، بس هي اللي تاخد العقل لسه ما شفتي منها شيء ابدا، يعني الشهرين هدول اللي مرقوا ما نقول لك الصراحه، وما راح تبلش سنتك قبل بدايه الثالث. لهلا كل شيء حواليك عكس عكاس، الامور ما كثير مريحه، بس لا فاطمه والله عندك حظوظ مساعده جدا. هلا انا بشوف الحظوظ المساعده عم تكون بالسته اشهر الاخيره بالسنه، بس هالشهرين اللي جايين ممكن يكونوا لبدايه جديده. محمد كردي، سعد اوقاتك يا محمد. محمد ما بعرف اذا انت عندك نوايا لتغيير بيت، عقار، سفر، ارتباط، بس في تغيير بمحيطك العائلي. ما اظنك يا محمد كردي حتختم السنه بنفس الطريقه اللي انت بلشت فيها. تمام، فينا ناخذ مسج مدام؟ رح ناخذ لجين بنت ايمان، 21/7/89.
عم تقول ليلة ال 22 الساعة 11 ونص بالليل، فمحتارة فات برج جديد؟ لا ما فات برج جديد. 21 7 89 لا لا لساتها سرطان. عن كل شيء لساتها سرطان طبعا. برجك سرطان يا لوجين، وطبعا 89 وبرج الحية الصيني، فهو انت دبل سرطان، حتى يعني السرطان واضح بالنسبة لك. هلا ممكن تكوني عصبية شوي، بس لا لا برجك سرطان، وهذا بيخليني اقول لك انه الشهرين المضوا ما كانوا السنة بالنسبة لك ابدا مناسبة. لسه هلا لسه لتبلش السنة ابتداء من الثالث. هلا عندك ثالث رابع ثامن تاسع، هدول الاشهر اللي غالبا فيها تغييرات ممكن بارك لك فيها. عندك سنة بتاخذ العقل يا لوجين، حلوة كثير. غسان ابن عيدة، هلا الوضع المالي، انا برايي وضعك المالي جيد يا غسان، ما له سيء ابدا يا حبيبي، بس المشكله انه انت ايدك مبخوشه، بتقبض من هون بتكب من هون، يعني وعلى اشياء الصراحه مو لازمه، يعني ما لك حدا. بس انا بشوف امورك العمليه والماليه جيده هذا العام، ما انا سيئه روحي، مو هذا الشهر، الشهر الجاي، مو الشهر الجاي اللي بعده، خاصه الصيف رح يكون الافضل بالنسبه لك. سنه كثير مهمه وكثير فيها تغييرات بالنسبه لك وايجابيه. يجعل ايامكم سعيده وتضلوا دائما بخير. ضلي بخير دائما يا مدام. شكرا كثير لك يا نجلاء. وهلا مشاهدينا صار الوقت لنشوف طبقنا بشكله النهائي. يا صباح الخير عن جديد، يا صباح الكباب الهندي وريحته اللي فاحت هون بالاستوديو. كنت عم اشير له قبل شوي لا ورد، قلت له طلع غير شكل عن جد، يعني بتمنى من ستات البيوت يتبعوا الطريقه اللي انا عملت لكم اياها، بيطلع نفس اللي بنجيبه بالسوق. وليكو كمان مشان يعني ما بعد لكم اياها كثير، حطيت هون عندي خبز مشروح، شوفوا هلا الشكل النهائي لها. تنا كثير طلع لذيذة، ومثلا انتبهتوا كمان خاطرة، والأحلى من هيك أنا ما شغلت عليه من تحت بس من فوق، بس هي السيراميكا لحالها أعطتني هاي الحرارة، يعني أنا ما بدي أصرف غاز كثير، شغلت من فوق أعطت حرارة للسيراميكا، أعطت حرارة لكل الفرن، وهيك صار شكل النهائي لإلها. ممكن نضيف عليها إضافة خفيفة، هي رشة فلفل، بصراحة ما بدها ولا أي شيء، بس بدها غمسة بالخبزة. يا ورد ويا نور شو رأيكم بهالشكل؟ وبدها رز جنبها؟ لا رز لا، الشام بالشام هم ما بنعمل رز. ما تابعت يعني أنت مسلسل الفصول الأربعة؟ بلا. وقت بتتناقش نبيلة النابلسي الله يرحمها مع خالد تاج الله يرحمه، ايه كمان تمام. ايه بيقول له انه كباب هندي قومي اعملي لنا رز، قالت له من يوم يومه كباب الهندي ما بده رز، قال له ايش بدك كاسة الرز، قالت له ما بده سمنه، ما بده زيت، ما بده معالق، ما بده صوص. فهي خلص هي خبزه ليكني جايبت لك ربطه تحت. هلا انا والله مشان نمد ناكل يعني انا وانت تصطفلوا مشان نمد مع الاكل يعني. يلا الله يسلم ايديكي. الله يسلم ايديك، شكرا كثير. يا هلا، شكرا كثير لك يا شيف. صار الوقت لنقلكم مشاهدينا بدنا نتمنى لكم بقية نهار يكون مليان بالإنجازات. مثل ما ذكرنا اليوم 20-2 يعني 20-2-2022 فيه صفار واثنينات. إن شاء الله يكون تاريخ مميز تتذكروه لاحقاً، إنه هذا اليوم كان تغيير إيجابي بحياتنا. منشوفكم بكرة.